يعني حامد وين راح؟ قديش بتعطيني مصاري بيك؟ ولو بقصر معك انا؟ لا والله خيرك صاحبي. هات لشوف وين راح؟ طالبينه السرايا. بعرف انه طالبينه السرايا، بس شو بدهم فيه؟ والله حسب ما فهمت انه بدهم يحققوا معهم. يحققوا معهم؟ بشو؟ ما بعرف، ما عندي علم بشي. ليك فهم لي شو بدهم منه، شو التحقيق؟ ولك مني ليرتين ذهب. ليرتين ذهب؟ استعجل وخذ الليرتين لعيونك، برجع لك. كبيري ولعدة طلقيته القتلة فرمته الخرق. طول بالك امشي بس وقف عندها. وقفنا ضرب مراجلك. السلام. بصير برد هون بالليل؟ في ضباب؟ كل شيء بيهزوا بدلك والخبرية كل شيء لها كيف كل لك. أهلين حامد، أهلين بربك. أنا آسف أخي، بهالربك مش أنا. لك بتعرف لو ملاقي خز السلطان قارون ماري مبسوط هالقد قلبي ناطف على شوفتك. أنا ناطف وأنا قلبي ناطف عليك دخيل. الله على الوش ومشتاق له. دخيل ربك ترجع هديك الأيام الحلوة ونرجع ننبسط. رح ترجع قداس، رح ترجع لحل، نرجع نلاقي نبع هيك نشوق منه. بس ما قلت لي الوالدك؟ هلا الوالد كان عايش ولا الوالدة مين كان عايش؟ الله يرحمه. ابنك كيف وشو صار؟ قتلوا لي ابني عامر. هزوا بدنك الخبرية. هلا ابنك عامر مات، الله لا يوفقه. مين اللي عمل هالعملة الوسخة؟ بس واللي خلق الخلق لا اقتل 100 واحد بداله. وانا معك قداس، وانا معك شريف. تفضل قعدك ولاطات. أسيح أسيح، إجا المعلم حامد. أسيح حامد، بدك تسلم على معلمك؟ طبعا. واصلي ليك صفيان على نصك؟ الحبوس وبعرفها. جهزوا له الأكل لحامد يا رجال. أمرك معلم. هلا شوف احكي لي. شوف شو معلم أمرني. الدنيا منيح كثير. شو بتعرف؟ شلون حالك؟ وما قال لك شو بده مني بمرعي؟ لا والله ما قال. كل شيء قاله انه رح يرجع يمر المساء، حتى ما قال ايمت. هي علينا. قومي فتحيه، قومي ساوي لنا كاسه شاي قبل ما يجي ويسم لي بدني. يو ليش بده يسم لك بدنك؟ امرعي وبعرفه ما بيسال عني الا اذا في مصيبه. الله يبعد عنا المصايب. عيمي عامل كاسه شاي. ها رضا ابن عيمك مين؟ عليك يا ابو سلم المياه. تفضل. الله يجعله نعيما يا ابو صافي. الله يمن عليك يا سيدي. يا عمي شو من شربات؟ كاسة شاي. اوكي. ايه بامر عيونك، تكفي وبتكون عندك. والله يرضى عليك. شو ابو سليم؟ ايه تناوي جوز العبود؟ كانه شغله طولت شوي. ها والله هي طولت، بس شفت شو صار يا ابو صافي. وانا ممكن جوزه غير لحتى يخلص 40 ابو عامر و40 ابو جميل. هلا الاصول استنى 40 يوم لبعد العزاب. بس هالشيء ما كثير ضروري يعني. بس نحن راح نستنى شنو ابو عامر وابو جميل لكباريه الحاره. عم تحكي مزبوط، بس انا كل عمري بخاف حدا يجيب معدلي بالغلط، مشان هيك بخاف من كلام الناس. والله انا ما بتفرق معي يلي بيحكي ويلي ما بيحكي. راح اجوز ابني ثاني يوم بعد الأربعين. ان شاء الله الف مبروك سلفاني يا ابو صافي. وانت قلتها كمان انا رح اتجوز عبود بعد الأربعين بيومين ثلاثة ان شاء الله. الله يتمم بخير، الله يتمم بخير. امين يا رب العالمين، امين. يلا يلا، تفضل عمي ابو برعي، تفضل. يا اهلا وسهلا والله. اسمع عمي جميل، هن كلمتين ما في غيرهم. الي دينة عندك ولهلا ما وفيتني اياها، وهلا بدي اياها. دينة شو عمي ابو برعي؟ من مشترات البيت يلي لسه ما كملت حقه. والعشرين ذهبية اللي أعطيتك ياهو؟ زايد لي معك عمي 10 ذهبات. شو هاد؟ 10 ذهبات شو؟ إمتى وكيف صار هيك؟ نحن اتفقنا لك يا جميع على 30 ذهبية، صار ولا ما صار؟ مزبوط، بس نحن تبازرنا وقفلنا البازار على 20 ذهبية وعطيتك ياهون على دوز بارا. بس عمي جميل أنا وقتها ما وافقت إلا بعد ما زنيت على راسي. يعني هلا أنا زايد لي معك 10 ذهبات. شو هاد عمي ابو مرعي؟ عم تجذب علي انت؟ معي عم تحكي هالحكي؟ صحيح انك ولد قريب تربايه؟
أنا ولد وبنت رباية كمان. إيه ولد وستين ولد كمان وبدي العشر دهبار. إيه ما حزرت سيدي وما إلك عندي شيء. باب البيت بفوت جمال. شو علي يا جميل؟ طالع برات البيت اللي لسه ما دفعت مالي حقه. وتذكر لك جميل إنه لسه أنا ما فرقت لك يا باسمك. بس وحياتك وحياتك إذا ما كفيت حقه لزدتك أنت برات البيت. أم مرعي مالك حكي معي بنوب لتدفع عشر دهبات؟ سمعته جميل عن حقه بده يزتنا برا البيت؟ يخرب بيتك يا أب مرعي، يخرب بيتك شو إنك قليل شرف وقليل ضمير. جميل لازم تعمل شيء. جميل الله يوفقك، الله يوفقك، لازم تعمل شيء، ما لازم تتركه يتمادى عن حده. ما خلص شبك بحدي. الله يوفقك، ما بدي أرجع لبيت أهلك، ما بدي أرجع، ما بدي. ما بترجعي، ما بترجعي فتحية. ليش عم بصير معنا هيك يا رب؟ ليش؟ كاس الرجال كاكسا كاسك كداس. طالما حامد رجع لعنا صار فينا نبلش شغلنا، ما في داعي نأجل لأنه النار عم تاكلنا من جوا. شغل شو أبو الرجال؟ لا تقلوا بالسهرة، بكرة في عنا معركة، واللي بده يطلع معنا ليكون أبضاي ويحمل سلاح وما يهاب الموت. لا تأكل هم برجاء، حامد صييب على كيف كيفك، بيضرب الضرب بجيبه بنص رأس الرجال. بجيبه بالنص رأس الرجال. وأنا ما بدي من حامد أكتر من هيك، لحتى يكون معنا بمعركة العمارة، بس نخلص بخير وسلامة، نقعد منحط خطة على شغلنا الجديد. أكيد معلم، أكيد أنا بروح معك شوفك. إيه إحنا يا جماعة تأذينا كتير، وقتلنا ناس غوالي على قلبنا، وبصراحة ما ضل عنا شي نخسره. مظبوط يا معلم، بس يروح الغالي لا أسف الرخيص، عاد يفرق مع الواحد. مظبوط. هلا انا فتت على السجن لقيت عذاب تعجيب، يعني انا حسيت انه صفى ما عاد عندي قلب قداس هيك، حسيت مثل كانه فيني فوت بالصخر وما اسال. لازم نتحرك بسرعه، لازم نساوي اي شيء لحتى نحصل اللي انحرمنا منه. وانا من هذيك الايد لهي الايد. ليش تاخرت؟ ليش تأخرت يا بكرة؟ ليش؟ يلا تعا. بسم الله. ايه ليكو ما بقى إلا شيء الصبح معلي. بيحكي مع بكرة صحتها. كسر الصفرة جاهز ابن عمي. وين رايح ابن عمي؟ راي على شغلي. بدك شيء؟ ايه ما بدك تكسر السفره معنا؟ مالي جوعان. ايه بس انت امبارح نمت بلا عشاء. قلت لك مالي جوعان. ايه مثل ما بدك. حارة العماره واقفه بوش الفرنساوي اللي عم يمدنا بالسلاح والمال والدعم اللي شايفينه. شو المطلوب ابو الرجاء؟ قداس هي المعركه غير كل المعارك. هي المعركة بالذات يا بتبيض صفحتنا عند الفرنساوي يا بتسودها أكتر ما هي سودة. رايتك بيضة على طول. بدي إياكم تفوتوا هالمعركة أنتوا وزلمكن بدون أي رحمة أو شفقة. بدي الدم يوصل للركب. اقتلوا واخطفوا مثل ما بدكن، ولا تنسوا الغنائم. أمرك معلم أبو الرجاء، أمرك. يلا خدوا زلمكن وسمعونا الأخبار الطيبة. أمرك معلم، أمرك. يلا شباب، يلا يلا يلا.
هلا تحركوا. لك يا صبري هذا اللي صار، وانا لهلا ماني فهمان ليش هيك عم نعمل معي ابراي. ونحن لازم نفهم ليش لهلا ما فرغ لك البيت باسمك. شو بدي اعمل يعني؟ ايدي مربطه. معلش اخي معلش، انت بس هدي حالك هلا الا ما نلاقي لها حله. ايه وش كان ما فرغ لي؟ شو بدنا نعمل؟ مو عكيفه اخي، بده يفرغ لك البيت وبصر معي كمان. السلام عليكم يا صفوان. السلام عليكم. اهلين صياح. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هات لحالي لمر لعندكم قبل ما اروح على الشغل لشوف اذا كله بخير. كاني خير هذا لك صياح؟ انا خير. شوفي قل له جميل، احكي له هذا ندى ابن مرعي. هذا الزلمه ما بده يتغير، بده يضل واطي وعباد القرش. الله وكيلك من وقت ما اجى لعندي وانا مسكر راسي، مو عارف شو بدي اعمل معه. لا لا صهري، انت لا تعمل شيء، اتركني انا اتصرف معه، انت اطلع منه. كيف يعني اطلع منه؟ شو ناوي تعمل معه؟ اخي انا بحل الموضوع معه وبخليه يفرغ لك البيت ورجله فوق راسه. والعشر ذهبيات؟ لك انو عشر ذهبيات؟ ينعطى عشر كفوف على بوزه ويعبوا له يا دم، لا تعطيه شيء. هذا الكلام اللي بيعجبني. أنا اليوم بعد المغرب فيني جيبه لعندي على البيت. عندك شيء؟ لا بفضيلك حالي، بجي وبحل الموضوع معه وخالصين. المهم أنت تروي. وأنا لازم أكون موجود معكم. لا أخي لا، خلينا نشوف صياح شو بنطلع معه بالأول، وإذا ما مشي الحال لا قدر الله أنا بخبرك. ماشي أخي ماشي، على خير. أمي بشو صفنا علي؟ عم فكر بأبي، خايفة عليه كتير يا عمو، كتير خايفة عليه. ادعي له يا عمي، ادعي له الله يرجعه بالسلامة. يا عمو غريب مات قبل ما يسامحني. يو يا عمو ليش انتي شو عاملتي له لغريب الله يرحمه؟ مو عاملت له شي، بس هو ما كان بيحبني. مين قال لك هالحكي لك بنتي؟ غريب كان يحبك. يا مو غريب ما بيحبني، هو بس كان شفقان علي. اصلا ما في رجال بيقبل ياخذ وحده ما بتشوف، مشان هيك انا حاسه حالي اني كثير ظالمته. شو صاير لك انت اليوم؟ فهميني شو قصتك؟ لك انا متضايقه متضايقه، لك ليش ما عم تحسي فيني؟ انا لايمتى بدي ضل هيك؟ يا ريت في شي دواء هيك يقدر بس يرجع لي نظري. توكلي على الله لك بنتي، توكلي على الله. هلا وسهلا. لك شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ لك الله يرزقني، قديش بتاكل انت؟ قديش بتاكل؟ مو من شوي حطيت لك صحن فول؟ ما شبعت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. روي ما جيت، شو بك عم تحاكي حالك؟ اهلين صبري. روي علي معلش خطي اخي. لك شلون بدي روي؟ شلون بدي روي؟ لك شو عم يعمل؟ اخي حط له صحن فول على حسابي. وروي انت. تكرم صبري تكرم. بدك شيء عاوز شيء؟ سلامة قلبك. يلا بشوفك، روّي عليه معلش. هاي شرف، رح حط لك صحن فول على حساب صبري منيح؟ ما عاد بدك فول؟ شو بتحب؟ جيب لك سيخ ليا مع سيخ لحمة حبيبي؟
ان شاء الله بتاكل سم الكراتي الهي. المختار شو بدك من المختار ابو عزه ولا بدك تاخذ مصاري؟ لك انا شو بيعرفني وينه وين راح؟ شو بيعرفني لك غليظ؟ ايه الله ياخذك لك ان شاء الله. الله يثبت علينا العقل والدين. جيت ما جيت تكرم. شوف صبري، خلينا اصحاب واخوه ولا بقى تلحقها. شو انه انت كثير صاير عم تسرح حالك؟ ها وينك؟ اذا بطلنا هيك مو بس رح تخسرني انا، لا رح تخسر شغلك كمان. ليش مين قال لك انه انا بدي اخسرها؟ بس انت وقف معي شوي ساعدني. فكر يا اخي، هي ما دخلها باخوها، هي شيء واخوها شيء ثاني. لك صبري والله ما عم تزبط معي، ما عم فوت براسي، لك ما عم تنبلح. في مجال تهدي لي حالك شوي انت لنشوف شو بده يصير. طلعت اخوها من السجن؟ طلع ما طلع؟ اصلا اخوها اذا طلع من السجن ما راح يطلع غير على ابره وبس. طيب وين مات مظهر؟ بدك تروح علينا انت؟ لك صبري والله انا ما بدي اياك غير انك تكون مرتاح وتاخذ اللي بدك اياه. قسما بالله اذا بيموت مظهر لحتى ارقص لك بعرسك. اصلي يا مطي اصلي. وصل المختار. لك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين بابو عزو. اهلين ابو رضا. شرفتنا مختار. الله يخليك. تسلم لك يا هلا ابو رضا. هلا بالغالي. اهلين ابو عزو. اهلين وسهلين. تفضل. يا الله طولت علي كثير ابو عزو. شو بدي اساوي هلا حتى قدرت اجي لعندك؟ والله لو ما اجيت اليوم يا ابو عزو كنت رح مر على الحاره لحتى اشوفك ونتفق على الشغل. شنو من يوم المعركة موقفين كل شيء وإيدينا صارت مربطة. لك مربطة يا أبو عزو؟ ولا يهمك. وهي أنا هلأ جيت براسي لعندكم حتى أعرف شو لازمكم وشو بدكم. قلي شو لازمكم؟ لازمنا كتير يا أبو عزو. لازمني رجال بدل اللي راحوا. الله يرحمه. وكمان لازمني سلاح، وبدي رجال يجوا لعندي لحتى أدربهم على شغلنا وعلى حمل السلاح منيح. ولا يهمك، هاي مقدور عليها. الرجال رح أمن لك قد ما بدك تكرم عيونك. إن شاء الله. والضربة الجاية يا أبو عزو رح تكون قوية وقاسية كتير عليهم. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نحن انكسرنا يا أبو عزو، بس إش كان ما رجعنا وقوينا من أول وجديد. الفرنساوي ما رح يطلع من البلد. كلامك صحيح يا أبو رضا. شو هالحكي أخي؟ هدي وروق وفكر بعقلك منيح. طيب انت قلي انا شو ساويت؟ شو عملت؟ اذا انت عم تقلي انه مطيع زعلان منك من شان اخوه وما عملت شيء. اخي انا بدي اياها لفهميه. لا انت زودت كثير. مو اذا كانت خطيبتك صدقها بكل شيء. مظهر بيك ما قتل حدا بايده. ها؟ معناته مصدقة؟ لك يا أخي مو مصدقة بس القصة. أخوه واحد خاين وقاتل كمان. نحن ما ظلمناه، هو اللي ظلم حاله. وأنت شفت بعيونك صح ولا لا؟ شفته بعيني بس اللي عم قلك عنه. خلصنا خلصنا أخي الله يرضى عليك. أنت من يوم ما تعرفت عليها لهالبنت وحبيتها طيرت كلك على بعضك، تخربطت. لك أخي حاجز لحالك بين الرجال. والله بعرفك أبضاي. شو عامل؟ بحبها لهي البنت، بدي اتجوزها. سيرة جواز باطلة لتخلص ثانوية ابوك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخي الله يرضى عليك. كبر عقلك.
خليك رجال مثل ما بعرفك، الله يرضى عليك. يلي فهمته مظهر بيك انه بدهم يحققوا معه تحقيق سياسي. ليه؟ هلا هذا اسمك يتحققوا معه سياسي؟ والله ما بعرف. وينه هلا؟ والله ما عرفت وين حاطينه، بس صاحبي اللي بالسرايا من عارف اكيد رح يخبرني. ليك بدي منك خدمه. امور مظهر بيك. دخيل عينك، بدي تروح لعنا على البيت وتخبر الست الوالده تيجي من كل بيت بكره. اوف ليش هو؟ ما بكره موعد زياره. خايف ما تجي. ما تحكي الهم مظهر بيك. اذا ما اجيت انا براسي برول عند الست الوالده بخبرها وبأمن لها زياره. كتر خيرك. خير الله وخيرك. الله يفك اسرك. كشفت على كل اعترافاته يا خالو. وشو لقيت يا استاذ؟ هاي الورقة سجلت عليها كل اعترافاته اللي موقع عليها مشان اعرف كيف اتصرف بقضيته. لو سمحت، وشو الحل؟ شو بدنا نعمل؟ مثل ما انك شايفة يا عزمي يا خانو، موقع على كل الاعترافات والاتهامات الموجهة له. بعرف انه موقع ومعترف، بس انا بدي بعد كل هالاعترافات نخلصه من حبل المشنع. ما عنا غير شغلة واحدة لحتى نساعده. شو هي؟ الشهادة. بدنا الشهادة إنه مظهر بيك ما قتل، وإنه هو كان المحرض على القتل وبس، وهيك بيبعد عنه المشنة. طيب ومين بده يقول هذا الحكي؟ أنا بشوف إنك ترجعي تحاولي مع عائلة غازي أفندي ومع المختار، بركة بيصفطوا عن حقهم، وهيك بخف عنه الحكم كتير. حاولت أكثر من مرة، بس ما كانوا يقبلوا. طيب يا أستاذ فهمي، ما في ولا دخلوشة صغيرة نقدر نفوت فيها على هالقضية؟ يا أنسة فهمية، لو لقيت دخلوشة صغيرة كنت أنا فتت فيها وبعدت عنه حبل المشنقة، بس بعد الاعترافات اللي موقع عليها ما في ولا طريقة لحتى تنفذه غير إنه يصفتوا عن حقه. طيب شكراً كتير إلك. العفو. أنا بشوف شو بصير معي وبخبركم بكل التفاصيل الطارئة. بالإذن. عم نعزبك معنا. لا ولو. الشيخ عبد التواب الله يرحمه ما كان يحب الزحلة أبداً، وكان يحكي الحق ولو على قطع راسه. شرواك يا شيخي شرواك. شروا أحسانك يا أبو حكم. البني آدم مو أخذ معه شيء غير عمل. يا سيدي أنت صدق قاعد مدة ببيتك، شو السبب يعني لحتى طلعت هلا؟ الشيخ عبد التواب الله يرحمه كان شايل الحمل وكان مكفي وموفي، وأنا بوجوده ما كان إلي كلمة شنه هو أستاذي ومعلمي. يا على راسي، هلا اقنعتني. ما بنقول غير الله يرحمه ويطول بعمرك. الله يخلينا اياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي بعد امرك في جوز كلام بدي احكي انا وياه. خير يا مستور؟ معناتها انا رح اترككم تاخذوا راحتكم. يا كريم يا رب. قرب مستور قرب. يلا الله يخلينا عمي ابو حكمي. تعالوا 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 الحياه. أنا جاي طالب بحقي يا سياح، وأنت بتعرف كل شيء صار بيني وبينك. اسمع أبو مرعي، أنا مالي جاي أعمل مشاكل وتخانق، جاي أحل المشكلة اللي بينك وبين صهري. بقى خلينا بهي المشكلة، الله يرضى عليك وبلا كلام من فوق الأساطيح. لك شوف شلون عم يحكي معي؟ كأنه ولي نعمتي. اسمع سياح، البيت ما راح أفرغه يعني ما راح أفرغه. لا إله إلا الله. أبو مرعي خلينا نقعد نتفاهم بلا مشاكل. ما في حكي بيني وبينك حتى آخذ حقي منه على دوس بارا. لك حق شو؟ حق شو يا أبو حق؟ حقي حق مخك. لك أنا لي حق عنده، وقت تقرروا تعطوني حقي يقولوا هدول لي أبي. طيب شو رأيك إنه ما لك شي عنا؟ لا سيدي إلي كل شي عندكم، وحقي بدي آخذه على دوس بارا. وهلأ ولا بعدين؟ أنت سياح بالذات ما بحق لك تحكي معي شي بنوب. تعال أنا لسه ما خلصت. لك روح يا أبو مرعي. سياح قسما بالله جاي على بالي توقف نزل الدم من عيونه. وهلا شو بدنا نعمل؟ والله ما بتخ اخي اترك لي اياها، انا بحاول حلها.
ولو اني متاكد انه ما رح يمشي الحال حتى ياخذ العشر ذهبيات، بس يلا رح استنى. عود كل معنا. لا لا، صحه وهنا صحه وهنا. بخاطرك بخاطرك فتحيه. الله معك اخي، الله معك. الله معك صياح. ليش هيك عم بتصير معنا ابن عمي؟ ليش؟ صغيرة فتحية صغيرة، بإذن واحد أحد محلولة. يا رب تكون صغيرة، يا رب. قومي حطيناك، قومي. حاضر. وهي هي كل القصة شيخي. أهم شيء يا ابني رضا الوالدين، وإياك ثم إياك من غضب الوالدين يا ابني. أعوذ بالله، شو عم تحكي شيخي؟ الله وكيلك الميمة بداري ببو عيني. انت بتعرف كل القصة وما فيها، انه هي الا بدها تجوزني وانا ما غادر اتجوز، يعني انت بتعرف البير وغطاه. الله ما بيقطع بحدا يا ابني، ويرزق من يشاء بغير حساب. ونعم بالله شيخي. بس كمان اهل اول قالوا الله بالعين ما انشاف بس بالعقل انعرف، واللي ما بيحسب ما بيسلم شيخي. هي بنت الناس اللي بدنا نجيبها لعند منا، ما بدنا نطعميها، ما بدنا نشربها، ما بدنا نلبسها. والله عم تحكي مزبوط يا ابني. ماشي، على كل حال تيسر انت هلا على شغلك، وان شاء الله ما بيصير الا كل خير. امرك. بس يعني شو رح تساوي شيخنا؟ انا رح ابعت خبر للست الوالده، وان شاء الله ما بتكون الا رضيه. روح ربي يدينك، خلينا اياك يا شيخي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا عليه. برجال الله حيوا بالرجاء. مين هدول؟ هدول كم واحد من أهل حارة العمارة شحطناهم آخر شيء. ايوه شي ظريف، شي لطيف، وشي عفيف. لا تضايقوه هنا تحرم، بس بدي منكم هيك تنصحوه النصيحة لوجه الله تعالى إنه ما يرفعوا راسهم بوش أسيادهم. اشتاك شو جبتوا غنائم كداس؟ ما لقينا غير هدول المصاري معلي. والذهب؟ ما لقينا ذهب، شنو ما فتنا على بيوتهم، بالمرة الجاية بنفوت على بيوتهم ومنقش كل شيء. بالمرة منصلي على الحاضر ومنشوف الذهب بعدين. تعال نفوت لجوا. تعال شريك. الله يوفقك يا شهيرة خانم، لا تضلي زعلانة. والله كسرتي لي خاطري. مالي زعلانة يا مطيعة. انت الثانية حاجة تاكلي حوامض، والله مو منيح. ليلي شو جعبالك؟ جبلي قطايف، نمورة، كولشكول، شو جعبالي؟ والله ما عم تف نفسي غير الحامل. الله يخلي لي اياك يا رب وما يحرمني منك. حتى وانت زعلانة عم تديري بالك علي. انت من ريحة الغالي وبحبك من جوات قلبي. الله يشهد علي اني انا كمان بحبك كثير يا شهيره خانم. اصلا انت كل عيلتي البقيانه لي بهالدنيا. بس ما قلتي لي ليش كنتي زعلانه وعيونك مدمعه؟ اخي راح واخذ كل شيء حلو بحياتي، فرحتي، ضحكتي، وحتى قوتي. دخيلك يا شهيره خانم، لا تحكي هيك. انا باخذ قوتي منك، انتي سندي الوحيد بهالدنيا. تسلمي لي يا مطيع، تسلمي لي، وانا بحبك كمان. ان شاء الله يا رب بشوف ابنك على ايدك. ان شاء الله يا شهيرة خانم، ان شاء الله. شو بكي يا مو؟ شو بكي؟ لسه من وقت ما راح المحامي وانت على نفس القعدة، حتى أكل ما أكلتي. شلون بدي يجيني نفسي على الأكل وأخوكي راح يموت إذا ما نفذناه من الحبس؟ والله معك حق، حتى أنا بلشت إيأس. يعني سمعتي بإذنك وشفتي بعينك المحامي شو قال. المشكلة إنه أخي موقع على كل اعترافاته، بس قال إنه في شي تاني بيساعدنا. يا أمو ما بدنا نضحك على حالنا، حاولنا ما مشي الحال.
برجع بحاول مره واثنين وثلاثه. وبترضي على حالك ترجعي تتقلعي من عندهم مره تانية؟ برضى اني انزل وانهان بس كرمال انه اخوكي ما يصير له شيء. والله ما عم صدق شو عم بسمع. انت عزميه خانم هيك عم تحكي؟ يا مو لهالدرجه بتحبي له مظهر؟ انا ام يا فهمي ام. مين بحس بالولد غير امه؟ انا اذا ابني تركته يموت ساعتها ما بحق لي اني اعيش، لازم اموت من بعده. والله معك حق يا عم، وانا معك وما رح اتركك ابدا. الله يرضى عليك يا حق. ما بدك تروحي تزوري؟ لازم نزوره وبكره كمان. زعلت؟ ليش زعلتي؟ شايفة اختي اطيب. لا صحة وهنا. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، قاعدين عم تضحكوا وتشربوا شاي، ما شاء الله عليكم. لك شو صاير لكم انتوا؟ شو صاير لكم؟ كل واحد فيكم ما بيهمه الا حاله. نسيتوا شو صار معنا وما بتفكروا الا بحالكم. يا مو نحن ما نسينا شيء، بس ناطرين ليجي الوقت المناسب لنرد على اللي صار معنا. لا حبيبتي اجا، بس انتوا ما بدكم تردوا، بدكم تقعدوا هيك بس مكتفين وعم تشربوا شاي. شوفي انتي مثلا. انا شو عملت؟ لا مسكينه انتي ما عملتي شيء ابدا، بس رحتي نزلتي الولد بدون ما ترجعي لنا. يامو الولد شو دخله بحديثنا؟ شو دخله؟ دخله يامو دخله. لو ما انتي سقطتي الولد كنا هلا ضغطنا عليهم فيه وزليناهم. بس شو بدي احكي معك؟ اخ منك اخ. طولي بالك يامو طولي بالك. انت هس ولا كلمة، ما بدي اسمع صوتك، قلبي مليان منك. انت شو فكرتيني جنرال ولا كوماندان؟ انا شافت رئيس كراكون، وعدتك انه ينجنق بس القرار مو بايدي، شو اعمل لك؟ من الكلام اللي عم يحكيه بشير مزبوط، يعني الشغلة بدها شوية وقت وتحقيق مو هيك؟ لا عن جد؟ هلا سكتت سكتت وصفيت معه؟ والله ما في اضرب منه الا انت، منيح هيك؟ مثل ما بدك يا مو، مثل ما بدك. حقنا رح ناخده، بس وحياتك رح يكلفني كثير، بس رح ناخده. تصبح على خير يا خوفي. ما تاخذ شيء. سمعت لنا سبعة يا مختار ما بتسر بلوب. خير ابو سليم خير. في جماعة هاجمين على حارة العمارة البرانية وقاتلين ناس خيرات الله. يا لطيف الشباب. يا لطيف. يا لطيف. وسمعت لكم كمان انه بعد ما قتلوا اللي قتلوه اخذوا شابين ورجال كبير بالعمر. اعوذ بالله. اعوذ بالله. لوين اخذوهم ابو سليم؟ هي علم عند رب العالمين يا ابو صافي. لا اله الا الله. ومين هدول اللي فاتوا على العماره وقتلوا شبابها ورجالها بدون لائحه ولا دستور؟ عم بيقولوا عنهم انه قطع طرق وداسسوا الفرنساوي. يا لطيف. الله لا يوفقهم هن واللي بيشد على ايديهم. امين. سعيد مختار شو صار معك عند ابو الرضا؟ بصراحه يا جماعه ابو الرضا وجماعته مو مرتاحين بنوب وبدهم مساعده مننا بكل شيء. شلون بتخليها تسقط اللي بطنها شلون؟ ما درينا تقبرني، ما درينا الا نزلت الولد. ليش يا امي؟ ليش؟ ورده ما عادت مثل الاول، ما عاد بدها تسمع باسمك. شلون يعني؟ يعني بدها تطلقها. بدها تطلق منين؟ ما بدها حدا يذكرها فيك، ما بدها الولد يذكرها بمظهر اللي حبها وتجوزها. بسيطة. خليني اطلع من هون لنسيها اسمها واسم عيلتها. طلقها يا مو، طلقها. خليك قاعد خليك. مسير كداس حصتك. حامد اتصل فون بالهنا. طيب عمرك. مسيك يا عتمة حياتي. سلم ايديك معلم. ابو الرجا مو كانك ظلمتنا شوي؟ يلا ليكون اكلت لك حقك وما عندي علم. يعني هيك شيء. كداس
ليكون ما عجبك الحصة اللي أعطيتك إياها. لا ما عجبني، لأنه ما أعطيتنا من الجمل غير إذنه، ونحن متفقين يا أبو الرجهة إنه نوزع الحصص بالتساوي. لا مانا متفقين، أنت هيك طلبت، بس أنا ما بتزبط معي لأنه بتحرم. ليش يعني ما بتزبط معك؟ أنت عم تشتغل ونحن مانا عم نشتغل. اسمعوا لك قداس، هون في رأس واحد هو رأسي، والكل بده يمشي من تحت أمره. أي رأس بوقف قدامي بقصه بسكينة متلمة وبزته للكلاب. فهمت ولا بدي أنا منشرح؟ لا فهمت. عود عود. وقف واعمل شايرون. روح. يا مو حطيت لك المحامي فهمي، بس ما طلع بإيده شيء. ما راح يمشي الحال أمي، ما راح يمشي الحال. لازم تقابل الكومندان. بدك يعني قابل الكومندان؟ ايه شوفي قولي له شو صاير فيني. وبركي ما رضي يستقبلني؟ بلا بيرضى أمي بيرضى. أنا قلت له إنك أمي بسوي لك بدك إياه. يعني بيقدر يهربك من السجن؟ ايه أمي بيقدر. بيقدر بيقدر ياخذني لعنده مثل ما أخذ حامد. أخي بس تقبرني، شلون بدي قابل واحد فرنساوي مو منا وفينا؟ والله صعب علي. وإيش كان رحتي لعنده أمي؟ بيطالعني من هون، بيهربني برات البلد. وأحسن ما أموت. إذا ما عمل هيك أنا بنشنق. ابنك ميت ميت أمي ميت أمي. بعيد الشر عنك تقبر قلبي. خلاص رح أروح قابله، بس خليني بالأول حاول مع بيت غازي. إذا ما زبطت بروح بقابل الكومندان. طيب أمي. يلا يا خانم زيارة انتهيت. خطرك يا مو تقبر قلبي. لا طولي علي يا أمي. خلاص وري يا مو. الله معك. يلا شرف قدامي. بعرفه الطبيب. واللي خلق الخلق واللي خلاها تنشأ لهي السماء لآخذ كل شيء عن بيت أبو عامر. عنده ذهب لك كداس؟ عنده ذهب خير الله. أيوة. وين مقيوم الذهب؟ مقيوم عندهم بالبيت. اليوم ننزل على البيت تبعهم ومنقش الذهب هذا. أنا مو معك. مو معك. لا أنا معك شيء. ذاك معي معلوم معي. مشي. معناتها الليلة، الليلة هي بدي كل الذهبات يكونوا بيدي هي يا كداس. لعيونك. خد ما بدك رجال، المهم ترجع لي سالم غانم وبعبك الذهب. بس بلا صغيرة ببيته معلم لهذا أبو عامر، كيف لح نخشه ونفوته ولا كيف يعني؟ تركع علي هي. أنا المهم عندي مصاري ينشرق بسرعة يا جناب الكومندان. أنا شو بفهم من هذا حكي؟ بتفهم إنه أنا جاهز لأي شيء بتقبرني فيه. داكوخ، معناتها أنت كمان لازم يفهم أنا شو بدي أقول لإلك. تفضل سيدي. أول شيء بدي إياه منك الحارة اللي أنت فيها رئيس كاراكون، حارة قصب. ما في واحد معه أسلحة ولا بيت فيه أسلحة. أي واحد معه أسلحة أنت بيقبض عليه. وعاقبه سيدي؟ عاقبه وجيبه على سرايا كمان. ليش بتجيب على السرايا سيدي؟ مشان خوف. بدي خوف بقلب كل الناس، كله خايف من فرنسا عظمى، لأنه إذا ما خافوا بيطلع صوتهم على فرنسا عظمى وبيروحوا بيلحقوا هدول متمردين ومخربين وبيقاتلونا. أمرك سيدي. أنا من بكرة رح بلش تفتيش الحارة بيت بيت. لا بشير، أنت مو لازم يفتش بيت بس مشان أسلحة. لك مشان شو سيدي؟ أنت بيفتش بيت وحارة مشان أي واحد موجود بحارة من برات حارة أو من جواتها ويعرف ليش هو فيها وشو عم يعمل. أنا رح أشرح لك كل شيء، بس أنت خلي راسك مفتوح وعم تفهم. كاملي يا أبو كاملي، لكل يا لأمتي يا ناس يا عالم يا أهل الجزيرة، انصلوا
حنطور وجهي. ابني يا رب يا بنتي، ابني يا رب.